هذه ليست للنار الأزلية أو ما يسمى بابا غرغور، ولا هي عيد نوروز، بل هي عملية إحراق النفايات وسط مدينة كركوك. وهذا المكان من المفترض أن يكون منتجعا سياحيا باسم مشروع نهر خاصة، وتم صرف الآلاف الدولارات على المشروع السياحي، ولكن أهمل المشروع وأصبح مرتعا للأوساخ والنفايات. وعن سبب تراكم النفايات، أوضح مدير بلدية كركوك بأن التخصيصات المالية للبلدية لا تكفي. تنظيفات مدينة كردوغن، يعني نقدر نقول بأنه السبب يعني أكون. السبب الأول كان التخصيص الحالي لتنظيم مدينة كركوك نصف تخصيصات السنوات الماضية. أكيد هذا يؤثر على تأجير الآليات عمال، فهذا السبب الرئيسي. والسبب الثاني، هناك قسم وليس الكل، قسم من المواطنين غير متعاونين. مواطن كركوك انتقدوا الجهات المعنية لعدم الاهتمام بالمدينة وخصوصا رفع النفايات والأوساخ، وهذا يعني انتشار أمراض خطيرة في المدينة. والله ما ينظفون خدماتنا، مو زين خدماتنا، صفر. اي والله مو زين، كل شيء خدمات مو زين، شوارع وساخة، امور ارصفه ما ارصفه تعبانه، شوارع تعبانه. باعتقادك ليش؟ والله باعتقادي اداره غير سلسل اداره المحافظه. في مطلع الثمانينيات حصلت مدينه كركوك على المرتبه الاولى بين المدن العراقيه في النظافه، اما اليوم فتلك المرحله اصبحت من الماضي. عندنا جاف، فضائل التغيير، كركوك